السلام عليكم أعزائي الطلبة، كل عام وأنتم بخير. سوف نستعرض أو نستكمل معا درس جهاز التكاثر في الإنسان. لقد درسنا في الحصص السابقة أهمية عملية التكاثر وطريقة حدوثها، توضيح أجزاء الجهاز التناسلي الذكري ووظائفه، توضيح أجزاء الجهاز التناسلي الأنثوي ووظائفه. واليوم سنركز معا على تعرف أطوار دورة الحيض ومناقشة خصائص كل طور، بيان التغيرات التي تحدث للبويضة بعد الإخصاب. لكن قبل أن نسترسل في الدرس سوف نسترجع معا ما درسناه في الحصص السابقة. التكاثر، ما مفهوم التكاثر في الإنسان؟ التكاثر في الكائنات الحية عامة هو عملية حيوية تتم بين أفراد النوع الواحد لإنتاج مخلوقات حية جديدة من نفس النوع لاستمرار بقائه. التكاثر عملية حيوية تهدف إلى استمرار النوع. تقوم الهرمونات أو تنظم الهرمونات بتكوين وعمل جهاز التكاثر في الإنسان وإنتاج الأمشاج. أهمية التكاثر للمخلوقات الحية كما ذكرنا بقاء النوع للكائنات الحية وحمايتها من الانقراض. كيف تتم عملية التكاثر؟ تحدث عملية التكاثر في الإنسان بإخصاء حيوان منوي لبويضة، حيوان منوي من الذكر والبويضة من الأنثى، فيتكون الجنين الذي ينمو حتى الولادة. فالإنسان ذكر أو أنثى يحتوي كل منهما على 46 كروموسوم. عند حدوث الانقسام المنصف الذكر يكون الحيوانات المنوية تحتوي على 23 كروموسوم، والأنثى تكون البويضات كل منها يحتوي على 23 كروموسوم. يحدث اندماج الحيوان المنوي والبويضة فتتكون، يحدث الإخصاب فتتكون اللاقحة أو الزيجوت 46 كروموسوم كما في الكائن الأصلي، فتنمو إلى ذكر أو أنثى مكتملة النمو. تكون الأجهزة أو الأعضاء والغدد والهرمونات سواء للجهاز التناسلي الذكري أو الأنثوي فهي وسيلة لتحقيق التكاثر. يبقى البويضة الملقحة أو اللاقحة تنمو وتتمايز إلى إنسان كامل، لكن يختلف في الذكر والأنثى باختلاف الجهاز التناسلي. نسترجع معا تركيب الجهاز التناسلي الذكري. إنه يتكون من الخصية، البربخ، الوعاء الناقل، الإحليل، ملحقات الجهاز التناسلي الذكري. سوف نستعرض سريعا كل مكون. الخصية، الخصية هي الغدة التناسلية الذكرية، توجد خارج تبويض جسم الإنسان في كيس يسمى الصفا، ويتم فيها إنتاج الحيوانات المنوية. قد درسنا أن الخصية توجد خارج تجويف الجسم في كيس يسمى الصفر، وهذا لاستمرار إنتاج الحيوانات المنوية. إنتاج الحيوانات المنوية يحتاج حرارة أقل من 37 درجة اللي هي حرارة تجويف جسم الإنسان، فلذلك يجب أن توجد الخصية خارج جسم الإنسان أو خارج جسم الذكر حتى يستمر إنتاج الحيوانات المنوية. الخلايا المنوية السبيرم سيلز تسمى خلايا التكاثرية الذكرية عند الإنسان بالخلايا أو الحيوانات المنوية، يتم إنتاجها في الخصية. يتكون الحيوان المنوي من رأس يحتوي على نواة وجسم قمعي، سوف ندرس أهميته فيما بعد، وقطعة وسطى تحتوي على ميتوكوندريا وذيل للحركة. يتم إنتاج هذه الحيوانات المنوية داخل الأنابيب المنوية داخل الخصية.
تقريبا ينتج من 100 ل 200 مليون حيوان منوي كل يوم عن طريق الانقسام المنصف او الميوزي، وبعد تكوين الحيوانات المنويه تنقل الى البرق. الجزء الثاني من الجهاز التناسلي الذكري هو البرق، مكانه يوجد فوق الخصيه، وظيفته يكتمل فيه نضج الحيوانات المنويه وتخزن فيه. فعندما ياتي لك سؤال وما وظيفه البرق، الاجابه يكتمل فيه نضج الحيوانات المنويه وتخزن فيه. اين يوجد البرق؟ يوجد فوق كل خصيه. تنتقل الحيوانات المنويه بعد ذلك في الوعاء الناقل او الازهر، وعاء ينقل الحيوانات المنويه من الخصيه الى الاحليل عندما تنطلق خارج جسم الانسان. الاحليل يسمى القناه البوليه التناسليه المشتركه، وينقل الحيوانات المنويه الى خارج الجسم. الحيوانات المنوية تحتاج إلى سائل لتغذيتها، تحتاج إلى طاقة. من يعطي هذه الحيوانات المنوية الطاقة والتغذية اللازمة؟ لديكم نصف دقيقة للإجابة على هذا السؤال. من يعطي الحيوانات المنوية المواد الغذائية والطاقة اللازمة لاستمرارها؟ أحسنتم. الغدد التناسلية أو ملحقات الغدد التناسلية الذكرية. أولاً الحويصلة المنوية، وظيفتها بتفرز نصف حجم السائل المنوي، تفرز السكر الذي يزود الحيوانات المنوية بالطاقة. يبقى وظيفة الحويصلة المنوية رقم واحد تفرز حجم أو نصف حجم السائل المنوي، رقم 2 تفرز السكر الذي يزود الحيوانات المنوية بالطاقة. الملحق الثاني غدة البروستاتا وغدة الكوبا. هذان الغدتان تفرزان، أو هاتان الغدتان تفرزان محلولا قلويا يعمل على معادلة أي ظروف حمضية قد يواجهها الحيوان المنوي في طريقه لإخصاب البويضة. كما نعرف أن البول الذي يفرزه الإنسان هو حمض، يحتوي على حمض اليوريد وهو حمض، والحمض يقتل الحيوان المنوي. فلذا يجب أن تطهر القناة البولية التناسلية المشتركة من هذا الحمض حتى تخرج الحيوانات المنوية بسلام. فلذلك تقوم غدة البروستاتا وغدة كوبر بإفراز محلول قلوي يعادل الظروف الحمضية التي توجد في مجرى البول. تفرز غدة البروستاتا العديد من الإفرازات كالإنزيمات المحللة للبروتين وحمض الستريك والزنك. أشهر الإنزيمات التي تفرزها البروستاتا إنزيم الكالكرين 3BSA، والذي يعمل على تمييع هلام السائل المنوي لتسهيل حركة الحيوانات المنوية أثناء عملية الإخصاب. يبقى الأشهر الإنزيمات التي تفرزها البروستاتا إنزيم الكالكرين، يعمل وظيفته يعمل على تمييع هلام السائل المنوي لتسهيل حركة الحيوانات المنوية أثناء عملية الإخصاب. ويستخدم هذا الإنزيم كمؤشر لتشخيص علامة الإصابة بسرطان البروستاتا. فكلما زاد إفراز هذا الإنزيم، هذا دليل على أو علامة على الإصابة بسرطان البروستاتا. لقد أخذنا هذه الأنشطة سابقا. نحن نستعرض سريعا ما درسناه في الجهاز التناسلي الذكري حتى لا ننسى. الجهاز التناسلي الأنثوي، نركز معا، سوف نعيد مرة أخرى أنه مرتبط بدرسنا اليوم. يتخصص الجهاز التناسلي الأنثوي في إنتاج البويضات، كما يوفر بيئة مناسبة
لإخصاب البويضة ونمو الجنين. مرة أخرى، الجهاز التكاثري الأنثوي مسؤول عن إنتاج البويضات، توفير البيئة المناسبة لإخصاب البويضة ونمو الجنين. لقد ذكرنا في الحصة السابقة التركيب الأساسية في الجهاز التناسلي الأنثوي. لديكم دقيقة لذكر هذه التركيب. أحسنتم. الجهاز التناسلي الأنثوي يتركب من المبيض، قناة المبيض، الرحم، المهبل. إذا نظرنا إلى الرسم في الصورة سنجد أن هناك ثلاث تراكيب أساسية في الجهاز التناسلي الأنثوي، وهو المهبل، الرحم، المبيض. يبقى عندما يذكر ما هي التراكيب الأساسية في الجهاز التناسلي الأنثوي سنذكر المهبل، الرحم، المبيض. يقوم المبيض بإنتاج الخلايا البيضية الأولية، وهي تسمى الخلايا التناسلية الأنثوية، وهي خلايا غير مكتملة النمو وتنتج داخل المبيض. وظيفة المبيض في الأساس هي إنتاج البويضات أو الخلايا التناسلية الأنثوية غير مكتملة النمو أو الخلايا البيضية الأولية. حجمه هو يشبه حجم اللوزة المقشرة، يعني يبلغ حجم المبيض مقدار حجم بذرة اللوزة. يوجد داخل كل مبيض خلايا بيضية غير ناضجة. تنمو خلية بيضية واحدة فقط من هذه الخلايا كل 28 يوم لتكون بويضة ناضجة. تحاط هذه البويضة بحيصلة توفر لها الحماية والغذاء، وبعد إفرازها من المبيض تنتقل إلى قناة المبيض، قناة المبيض أو قناة البيض. يعني في هذا الرسم هذا هو المبيض، داخل هذا المبيض توجد البويضات. هذه بويضة خلية بيضية أولية، عند تكونها تحاط بحويصلة، هذه الحويصلة تنمو وتكبر حتى تنطلق البويضة كما سنأخذ الحين. لكن وظيفة الحويصلة هي الحماية، توفر الحماية والغذاء للبويضة. مرة أخرى، وظيفة الحويصلة التي تحيط بالبويضة توفير لها توفر لها الحماية والغذاء. كم بويضة تنضج كل 28 يوم؟ هي بويضة واحدة فقط، كل 28 يوما تنضج بويضة واحدة. قناة المبيض هي أنبوب تنتقل خلاله البويضة الناضجة من المبيض إلى الرحم. يبقى وظيفة قناة المبيض هي نقل البويضة الناضجة من المبيض إلى الرحم. الرحم حجم يماثل حجم قبضة اليد، ينمو فيه الجنين حتى تتم ولادته، والجزء السفلي من الرحم يسمى عنق الرحم، هو ضيق، جزء ضيق يسمى عنق الرحم. ما وظيفة الرحم؟ يا شباب، ما وظيفة الرحم؟ لديكم دقيقة. أحسنتم. هو المكان الذي ينمو فيه الجنين حتى تتم ولادته. يبقى وظيفة الرحم هو المكان الذي ينمو فيه الجنين حتى تتم ولادته. طيب، قناة البيض
بالاضافه انها بتنقل البويضات الناضجه من نبض الرحم، الا ان الاخصاب سوف يحدث لها. درسنا القادم ان شاء الله سوف يكون عن الاخصاب، وسوف ندرس ان قناه البيض الثلث الاول من قناه البيض يحدث فيه الاخصاب. التركيب الرابع هو المهبل، يتصل بعنق الرحم خلال فتحه ضيقه، ويؤدي المهبل الى خارج جسم الانثى. هذا هو المهبل، هو قناه تؤدي، قناه تتصل بعنق الرحم خلال فتحه ضيقه ويؤدي المهبل الى خارج جسم الانثى. الخلايا الجنسيه سواء كانت ذكريه او انثويه لها مراحل تكوين، هذه المراحل للاطلاع فقط. فالحيوانات المنويه انتاجها، احنا قلنا يتم داخل الخصيه، يتم انتاج الحيوانات المنويه من خلال خلايا منويه اوليه. هذه الخلايا المنويه الاوليه ويبدا انتاجها في مرحله البلوغ، ويستمر انتاجها طوال حياه الانسان الذكر تقريبا. طبعا هي تنتج نتيجه انقسام منصف اول وانقسام منصف ثاني. الخليه تنقسم على مرحلتين، في النهايه تعطي اربع خلايا منويه، كل منها يحتوي على نصف عدد الكروموسومات وهو 23 كروموسوم. البويضات تولد الانثى وتولد الانثى ولديها جميع البويضات، يعني جميع البويضات التي سوف تفرزها الانثى على مدار فتره بلوغها او على مدار فتره نضجها سوف تكون موجوده في مبيض الانثى. ويتم استنساخ الماده الوراثيه في الخلايا البيضية الاوليه قبل الولاده. تبقى الخلايا البيضية الأولية في المرحلة الأولية من الانقسام المنصف الاختزالي طوال فترة الطفولة وحتى سن البلوغ. بمعنى يعني هذه هي الخلايا الأولية، خلايا البيضية الأولية. هذه الخلايا البيضية الأولية سوف تنقسم، تعطي انقسام منصف أول، هتكون خلية بيضية وجسم قطبي. هذا الجسم القطبي سوف يتلاشى، وتظل هذه الخلايا البيضية إلى في هذه المرحلة حتى قبل الإخصاب. قبل الإخصاب تبدأ في المرحلة الثانية من انقسام المنصف. يستكمل نمو خلية بيضية واحدة فقط عند بداية كل دورة حيض، لتنتج خليتين، إحداهما كبيرة تسمى خلية بيضية ناضجة، والأخرى صغيرة تتحلل. وأثناء تتحلل أثناء نمو البيض، هذه الخلية الصغيرة تسمى الجسم القطبي، ويذهب معظم السيتوبلازم إلى الخلية الكبيرة. يحدث الانقسام المنصف الاختزالي الثاني للمرحلة الثانية عند إخصاب البيض، حيث تنتج اللاقحة والجسم القطبي الثاني الذي يتحلل. إذا يؤدي الانقسام المنصف في الأنثى إلى تكوين بويضة واحدة، ولا يتم الانقسام المنصف الثاني إلا عند إخصاب البويضة. مرة أخرى، الأنثى تولد بها جميع البويضات التي سوف تنتجها، ويتم استنساخ المادة الوراثية في الخلية البيضية الأولية قبل الولادة. في الأنثى هتبقى الخلية البيضية الأولية في المرحلة الأولية من الانقسام المنصف الاختزالي طول فترة الطفولة وحتى سن البلوغ. يستكمل نمو خلية بيضية واحدة فقط عند بداية دورة الحيض، لتنتج خليتين، الخلية الأولى اللي هي خلية بيضية ناضجة، والخلية الأخرى صغيرة تسمى الجسم القطبي. معظم السيتوبلازم سوف يكون في الخلية البيضية الناضجة، أما الجسم القطبي سوف يتلاشى. يحدث الانقسام المنصف الثاني عند الإخصاب، يعني عند حدوث عملية الإخصاب يبتدئ الانقسام المنصف الثاني، حيث تنتج اللاقحة والجسم القطبي الثاني الذي سوف يتلاشى أيضا. يبقى الفرق بين إنتاج الحيوانات المنوية إن هناك الحيوانات المنوية ينتج من خلية أولية ينتج أربعة حيوانات منوية، بينما في الأنثى
خلية أولية تنتج خلية بيضية أولية فقط، خلية واحدة فقط. دورة الحيض، وهذا هو درسنا الأساسي اليوم. من أشهر أو من أهم مظاهر البلوغ في الإناث هي دورة الحيض. تتراوح مدة دورة الحيض في الإناث بين 23 يوما إلى 35 يوما. في المتوسط أو في الغالب مدتها 28 يوما. تنقسم أطوار دورة الحيض إلى ثلاثة أقسام. الطور الأول، طور تدفق الطمث. الطور الثاني، طور الفيصلة. الطور الثالث، طور الجسم الأصفر. سوف نستعرض معا صفات أو مميزات أو خصائص كل طور من هذه الأطوار. أطوار دورة الحيض ثلاثة: طور تدفق الطمث، طور الفيصلة، طور الجسم الأصفر. أولا، طور تدفق الطمث. ماذا يقصد بتدفق الطمث؟ هو تدفق الدم والمخاط والنسيج الغدي وخلايا طلائية من بطانة الرحم. يتميز الرحم في الأنثى إنه هو مكان نمو الجنين، فلكي ينمو الجنين يحتاج إلى غذاء وأكسجين دم ودم يوصل، فلذلك يبطن الرحم بجدار غني بالشعيرات الدموية التي توصل للجنين النامي الأكسجين والغذاء اللازم. فعندما ينسلخ هذا الجدار سوف يحدث طور الطمث. يبقى بطانة الرحم هي نسيج يبطن الرحم وتنغرس فيه البويضة المخصبة. يبدأ تدفق الطمث في اليوم الأول من دورة الحيض، ويتدفق الطمث بسبب انفصال بطانة الرحم واتساعها واتساع أوعيتها الدموية وتهتكها، ويستمر تدفق الطمث من 3 إلى 5 أيام. يبدأ بعدها الرحم في تكوين بطانة جديدة. إذا نظرنا إلى الرسم البياني في الجدول أو الصورة التي موضحة، هنجد أن نشاطات المبيض هنا تكوين البويضة الأولية، ثم تتكون الحويصلة. لو لاحظنا أن بطانة الرحم سوف تبدأ في الانسلاخ، أنها هتبتدي تقل، فيخرج الدم أو اللي احنا بنسميه الطمث. يبقى تدفق الطمث يبدأ في اليوم الأول من دورة الحيض بسبب انفصال بطانة الرحم واتساع أوعيتها الدموية وتهتكها، ويستمر هذا الطمث من 3 إلى 5 أيام في المتوسط. يبدأ بعدها الرحم في تكوين بطانة جديدة. الجنين يحتاج إلى غذاء، يحتاج إلى أكسجين، فبطانة الرحم وظيفتها تزود الجنين بالدم بشكل مناسب جدا. الدم يحمل الأكسجين ويحمل الغذاء للجنين حتى يتم فيما بعد تكوين المشيم. مرة أخرى، طور الطمث هو تعريفه تدفق الدم والمخاط والنسيج الغدي وخلايا الطلائية من بطانة الرحم. متى يبدأ؟ يبدأ في اليوم الأول من دورة الحيض. لماذا يحدث؟ يحدث بسبب انفصال بطانة الرحم واتساع أوعيتها الدموية وتهتكها. يستمر لمدة في المتوسط من 3 إلى 5 أيام. يبدأ بعدها الرحم في تكوين بطانة جديدة. ثانيا، طور الحويصلة. أثناء دورة الطمث يحدث بعض التغيرات نتيجة تغيرات في تركيز مستويات تركيز الهرمونات. إذا لاحظنا في بداية دورة الحيض يكون مستوى
هرموني الاستروجين والبروجستيرون منخفض. اين على الرسم؟ البروجستيرون اللي هو بالازرق في بدايه دوره الحيض منخفض، كذلك الاستروجين اللي هو البرتقالي ايضا منخفض. فعندما يمر الدم بالدماغ لمنطقه تسمى تحت المهاد ويختبر ان هرمون البروجسترون والاستروجين منخفضا، يرسل اشارات الى الغده النخاميه. يبدا الفص الامامي في الغده النخاميه في افراز هرمون اف اس اتش، اختصار فوليكل ستيميوليتنج هرمون، باللغه العربيه الهرمون المنشط الحويصله. يعني هذا الهرمون هو الذي سوف ينشط تكوين الحويصله. يبقى وظيفه اف اس اتش هو هرمون ينشط تكوين الحويصله، او بمعنى اخر انضاج بعض الحويصلات في المجن. بعد اسبوع تقريبا تنضج عاده حويصله واحده. يعني لو احنا نظرنا على الرسم تقريبا بعد اسبوع هتبتدي حويصله واحده تنضج. هذه الحويصله ايه وظيفتها؟ هتستمر في النمو وتقوم بافراز هرمون الاستروجين. عندما يفرز هرمون الاستروجين يحافظ على تركيز ال اتش اللي هو لوتيلاينينج هرمون، و اف اس اتش هرمون منخفض. ال اتش هرمون و اف اس اتش هرمون سوف يكونان منخفضان. يعني لو احنا اذا نظرنا على الرسم سوف نجد أن هرمون الاستروجين سوف يزداد، يرتفع مستواه، يرتفع ارتفاع مستوى هرمون الاستروجين يؤدي إلى نتيجة أن الحويصلة تبدأ في إفراز هذا الهرمون فيزيد مستواه، يؤدي ذلك أنه يجعل تركيز LH و FSH منخفضا أو لا يزيد. عادي FSH انخفض والأزرق أيضا اللي هو LH سوف ينخفض. هذا يؤدي إلى ماذا؟ في اليوم الـ 12 تقريبا، اليوم الثاني عشر من بداية دورة الحيض، هيحفز التركيز المرتفع من الاستروجين الذي يفرز بواسطة الحويصلة، هيحفز الفص الأمامي للغدة النخامية على إفراز كمية كبيرة من LH. يبدأ الغدة النخامية إفراز كمية كبيرة من LH اللي هو الأزرق في اليوم الـ 12. طيب ماذا سوف يحدث عند افراز كميه كبيره من هرمون ال LH؟ هذه الزياده في الافراز ال LH هرمون يؤدي الى انفجار الحويصله وحدوث عمليه التبويض. يعني تقريبا حدوث عمليه التبويض بيحدث في اليوم الـ 14 تقريبا من دوره الحيض. مره اخرى طور الحويصله او احداث ثور الحويصله في بدايه دوره الحيض يكون مستوى تركيز الهرمون الاستروجين وهرمون البروجسترون منخفض. يبقى في بدايه الدوره الاستروجين والبروجسترون منخفض. هذا يؤدي الى ان الفص الامامي من الغده النخاميه يقوم بافراز فوليكل ستيميوليتنج هرمون او اف اس اتش هرمون او الهرمون المنشط للحويصله. هذا الهرمون يؤدي الى انضاج بعض الحويصلات داخل المجن. بعد اسبوع تقريبا هتنتج حويصله واحده. هذه الحويصله تنمو وتقوم بافراز هرمون الاستروجين، فيؤدي ذلك الى ارتفاع نسبه الاستروجين. ارتفاع نسبة الهرمون الاستروجين يؤدي إلى أن تركيز الـ LH والـ FSH منخفض. لوتيلايزنج هرمون والـ FSH يظلان منخفضان من ناحية التركيز. في اليوم الثاني عشر تقريبا من بداية الدورة يحفز تركيز المرتفع من الاستروجين، يبقى هرمون الاستروجين المرتفع في اليوم الثاني عشر هيحفز الفص الامامي للغده النخاميه على افراز مزيد من اللوتيلايزنج هرمون او هرمون الجسم الاصفر او ال LH.
هذه الزيادة تؤدي إلى انفجار الحويصلة وحدوث عملية التبييض. المرحلة الثانية طور الجسم الأصفر. المرحلة الثالثة طور الجسم الأصفر. بعد تحرر البويضة في عملية التبويض تتغير خلايا الحويصلة وتتحول إلى تركيب يسمى الجسم الأصفر. يعني بعد التبويض الحويصلة ذات نفسها هتتحول إلى تركيب يسمى الجسم الأصفر. هذا الجسم الأصفر هيفرز كميات كبيرة من هرمون البروجسترون، يعني تركيز البروجسترون سوف يرتفع وقليل من الاستروجين، وبذلك سوف يظل تركيز ال NH وال FSH منخفض. هذا التركيز المنخفض لل FSH وال NH يمنع تكوين حويصلات جديدة. طيب هناك احتمالين، إذا خصبت البويضة أو إذا لم تخصب البويضة، يبقى في البويضة عندما تخرج هناك احتمالين. الاحتمال الأول إخصاب البويضة، الاحتمال الثاني عدم إخصاب البويضة. الاحتمال الأول إذا لم تخصب البويضة، يبدأ الجسم الأصفر في التحلل ولا يقدر على إنتاج هرمون البروجسترون وهرمون الاستروجين، مما يؤدي إلى انخفاض تركيزهما إلى انسلاخ بطانة الرحم. يبقى إذا لم تخصب البويضة الجسم الأصفر سوف يتحلل فلن يستطيع إفراز البروجسترون والاستروجين، هذا يؤدي إلى أن بطانة الرحم سوف تنسلخ ويحدث الطمث ويحدث بداية دورة جديدة للحمل. الاحتمال الثاني وهو إذا خصبت البويضة، إذا خصبت البويضة تحدث تغيرات مختلفة تقع وتحول دون أن تبدأ دورة حيض جديدة. ما هي هذه التغيرات؟ البروجسترون سوف يظل مرتفع، تركيز البروجسترون سوف يظل مرتفع في حالة الإخصاب، ويزداد تدفق الدم إلى بطانة الرحم، يزداد تدفق الدم. لماذا؟ حتى يتمد الجنين النامي بالغذاء والأكسجين اللازم. الجسم الأصفر لن يضمحل ولا تنخفض مستويات تركيز الهرمون، تتراكم الدهون في بطانة الرحم وتبدأ في إفراز سوائل غنية بالمواد المغذية للجنين. يبقى إذا لم يحدث إذا حدث إخصاب تحدث تغيرات، البروجسترون سوف يظل تركيزه مرتفعا، سوف يزداد تدفق الدم إلى بطانة الرحم، الجسم الأصفر لن يتحلل ولن ينخفض مستويات تركيز الهرمون، هتتراكم الدهون في بطانة الرحم وتبدأ في إفراز سوائل غنية بالمواد المغذية للجنين. سوف نستعرض معا بعض الأنشطة على هذا الجزء. تسمى الخلايا التناسلية الأنثوية غير مكتملة النمو ب خلايا البيضية الأمية، الخلايا المنوية الأولية، البويضات الناضجة، الخلايا البيضية الأولية. لديكم دقيقة لإجابة هذا السؤال. تسمى الخلايا التناسلية الأنثوية غير مكتملة النمو بالخلايا البيضية الأمية، الخلايا المنوية الأولية، البويضات الناضجة، الخلايا البيضية الأولية. أحسنتم، الإجابة هي الخلايا البيضية الأولية، ممتازين. السؤال الثاني، حدد رمز التركيب الذي يمثل الحويصلة
ورمز التركيب الذي يمثل الابيض على الترتيب بالشكل التالي. الحويصلة B والمبيض A، الحويصلة B والمبيض C، الحويصلة C والمبيض A، الحويصلة C والمبيض B. أحسنتم، الإجابة هي الحويصلة C والمبيض A. السؤال الثالث، في أي دورة الحيض يفرز الجسم الأصفر كميات كبيرة من البروجسترون وقليلا من الاستروجين؟ هل هو طور الحويصلة، طور الطمس والحويصلة معا، طور الجسم الأصفر؟ أحسنتم، هو طور الجسم الأصفر. ممتازين. النشاط التالي، ما التغيرات التي تحدث للفيصلة المحيطة بالبيضة بعد حدوث عملية التبويض؟ ما التغيرات التي تحدث للفيصلة المحيطة بالبيضة بعد حدوث عملية التبويض؟ أحسنتم، تتغير خلايا الفيصلة وتتحول إلى الجسم الأصفر، ويبدأ الجسم الأصفر بإفراز كميات كبيرة من هرمون البروجسترون والإستروجين. توقع ماذا يحدث إذا نضجت أكثر الحويصلة خلال دورة الحيض. لديكم دقيقة. توقع ماذا يحدث إذا نضجت أكثر من الحويصلة خلال دورة الحيض. أحسنتم، إذا أفرز المبيض أكثر من بويضة ثم أقصبت فعندئذ ينتج التوأم. إذا نضجت أكثر من حويصلة خلال دورة الحيض وأقصبت أكثر من بويضة سوف تنتج التوأم. ماذا يحدث الجسم الأصفر إذا لم يحدث إخصاب للبويضة؟ ماذا يحدث الجسم الأصفر إذا لم يحدث إخصاب للبويضة؟ لديكم دقيقة. أحسنتم شباب ممتازين. يبدأ الجسم الأصفر بالتحلل ولا يقدر على إنتاج هرموني البروجسترون والأستروجين، ويؤدي ذلك إلى انسلاخ بطانة الرحم وتدفق الطمث وتبدأ دورة جديدة. وإلى هنا انتهى درسنا اليوم.
انتهينا من تدريس الجهاز التناسلي في الإنسان. سوف ندرس في الحصة القادمة إن شاء الله الإخصاب ونمو الجنين. دمتم بخير وكل عام وأنتم بخير.